من هو رأس الإصلاح؟ يعني دولة سمير الرفاعي ومعه 80 واحد، فإحنا قاعدين نصفن وبنضحك حالنا إنهم هذول يصلحونها. طيب هل أنتوا شو عملتوا بالبلد؟ إذا بنحب نذكر بعضنا شو عملوا، كل الأردن كل العالم عارفين إنه الإصلاح هذا اللي تم، أو بدنا نقول الأشخاص اللي وضعوا للإصلاح، هم من دمر البلد، وهم من باعوا ممتلكات البلد، وهم من خلوا البلد في الجياع، وهم من خلوا البلد إنها تشحد الملح، وهم من خلى البلد تشعبط على الشجر زي ما بالشعبط المعزة حتى يطورك عرق أخضر ويوكله. فأنت لما تيجي تصلحني، طيب مين أنت تصلحني؟ وين الإصلاح؟ فلا أنا بفضل الإصلاح الاقتصادي. هلا أنا برأيي هو الإصلاح السياسي أولى من الإصلاح الاقتصادي، لأنه الإصلاح السياسي رح يؤدي لإصلاح اقتصادي فيما بعد، لكن الإصلاح الاقتصادي مو بشرط إنه يعمل إصلاح سياسي. بقى أنا بلاحظ إنه بلدنا بحاجة مس الحاجة بالوقت الحالي لإصلاح سياسي. لا طبعاً الإصلاح الاقتصادي أولى من الإصلاح السياسي، إذا صار في إصلاح اقتصادي بصير إصلاح سياسي. يعني عندنا في الأردن هنا كل هدف الناس والهذا مش إصلاح سياسي، إصلاح اقتصادي. إذا صلحت السياسة صلح الاقتصاد. هلا أنت في بيتك إذا اعتمدت سياسة صح تنجح ولا بتفشل؟ كرب أسرة جاوبني، تنجح. وكذلك الأمر في أي دولة، في أي مؤسسة، في أي إدارة، سياسة صلح في سياسة بصير عندك اقتصاد. لا ولا اقتصادي، السياسة الحكومة تبعتنا بعيد عنك ما شاء الله عليها. الاقتصادي، لأنه إذا كان في اقتصاد وحركة اقتصادية بالبلد بتحرك. أما السياسة أنا شو بهمني بالسياسة جاي فلان أو راح فلان، يعني يهمني لأنه تتحرك المادة والاقتصاد. يعني إحنا عشان ما نضحكش على بعض، ما بزبط إصلاح سياسي بدون إصلاح اقتصادي، يعني كل اثنين مرتبطين ببعض ما بزبط. يعني أنت تيجي تربط إشي بإشي تاني، هما يعني لازم اثنين يمشوا بنفس الخط.